هذاك النهار حصلتها راكبه مع واحد السيد اللي ما عندكوش السميه ديالي اللي هو ولد عمي، هو العشيق ديالها، ما ولد عمي ما غاديش تستاهله. والسيده كتقول لك انا حامله، وهي واحد هي واحد المده وهي كتقول لك انا مريضه وهذه وهذه وهذه، كيفاش تحملات؟ ومع المده كنلقى تسجيل فيه ساعه وربع و15 دقيقه. كيفاش هاد التسجيل؟ تسجيل اسيدي كتهضر هي والعاشق ديالها. شكون سجلات؟ سجلوها وسجلها ولدي. هاد التسجيل سجلو ولدي بالتليفون. شحال في العمر ديالو؟ في العمر ديالو 13 سنة. سجلوا فيه ساعة و15 دقيقة كيهضروا على القصة من الديبار حتى الآخر وكيضحكوا، قالت لي ها هو باقى فيه، راه باقي فيه المرض ديال الباسات ملي هربنا ليه بالباسات. محمد. نعم اخويا. أنت كتقول على أن الزوجة ديالك كتخون. بطبيعة الحال. واش عندك شي دليل قاطع على ان فعلا كاينه خيانه زوجيه؟ انا في الاول ما كانش عندي دليل، ما كانش عندي شي دليل قاطع، اول مره ما كانش عندي دليل قاطع. السيده كتقول لك انا كنمشي كندير مع اختي الميناج دار بيضاء، انا ما على باليش، المره الاولى المره الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه كتقول كتمشي عند شي مراه كيديروا الميناج كيجيبوا الفلوس كذا كذا. المهم انا ماشي عمري شكيت، يعني انا ملاقي مع ديك السيده على اللي تاع الله ورسوله، ما يعني ما عنديش شي شك ولا شي حاجه. هذاك النهار قسما بالله الا كنفيق بلا ربعه كنصلي الفجر كنقول يا ربي هاد السيده اللي كتبغي تمشي على الحلال الله يعطيها صحتها باش تكون معنا، اما اللي كتمشي على الحرام الله يحصل ولاد حرام. هذاك النهار حصلتها راكبه مع واحد السيد اللي ما عندكوش السميه ديالي اللي هو ولد عمي، هو العشيق ديالها، ما ولد عمي ما غاديش يستاهله. راكبه معاه في الطوموبيل، تبعتهم بموتور ما شديتهمش لان عنده باصات، انا عندي غير بيكان ما غنشدهمش. مشيت ديكلاريت على الدرك الملكي، حكيت لهم لافير هاكين 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 هاكين. والسيده كتقول لك انا حامله، وهي واحد هي واحد المده وهي كتقول لك انا مريضه وهذه وهذه وهذه، كيفاش تحملات؟ وانا انسان ضعيف، انا ماشي غنكذب على راسي، انسان ضعيف، انا حاليا راه خدمت غير في البني، هربت من داري باش نخدمها في البني. راه كنمشي انا ماشي غنكذب، راه كنمشي نصرف على ولادي وكنجيب حالاتي. ومع المده كنلقى تسجيل فيه ساعه وربع و15 دقيقه. كيفاش هاد التسجيل؟ تسجيل اسيدي كتهضر هي والعاشق ديالها. شكون سجلات؟ سجلوها وسجلها ولدي. هاد التسجيل سجلو ولدي بالتليفون. شحال في العمر ديالو؟ في العمر ديالو 13 سنة. سجلو فيه ساعة و15 دقيقة كيهضروا على القصة من الديبار حتى الآخر وكيضحكوا، قالت لي ها هو باقى فيه، راه باقي فيه المرض ديال الباسات ملي هربنا ليه بالباسات، وهاد شاف الباسات راه ما شافش شي حاجة أخرى. وأنا راه كيجي يصرف على ولادو كنعطيه الضحكة الصفراء، وملي كيمشي راه أنا وياك راه حنا خاوة. والتسجيل راه موجود، إلا تبغاو المشاهدين يسمعوا التسجيل راه نقدر نلوحوا لهم في اي بلاصه، ماشي مشكل. اكتشفتي انت القضيه ديال الخيانه؟ انا اكتشفت الخيانه نهار 3/3/2022. الوقت اش غادي نبدا الشك ديالي غادي يبدا ما بين قوسين هي 27/2/2022. بديت كنحس بان شي حاجه ماشي هي هذيك، يعني السيده ولفت كل سيمانه كتخصها تمشي. هذيك السيده خرجات عليا كتمشي للدار البيضاء قالت كدير الميناج، يعني ملي غتمشي للميناج كاينين عندي ثلاثه الدراري، ما يمكنش ليا غادي السيده غادي نخلي الدراري بثلاثه على ما نخليهم، انا ما عنديش شي واحد من العائله ديالي باش غادي يشدهم ليا. اضطريت كنريح، كتمشي مثلا هي 2/3/4 كدوز الوقت ديالها مع راسها كيما بغات، تخرجت على الخدمه اللي كنت خدام فيها. هذيك السيده يعني قلبت على التحطيم، وانا راه انسان ضعيف ما عندي جهد. الحقيقه هي هذه، راه كنهضر بحال ما تهضرش كاع مع ايدها، كنهضر مع ناس نيشان، ما عندي جهد. وانت قلتي على ان المراه عندك حامل. المراه حامله ولدات توامن. باش عرف هاد القضية ولدات توام ومشيت معاها للكلينيك وما دزهاش، قلت عفا الله عما سلف. أنا كنقول لك اللي كاين، هذيك السيدة قالت ربما غادي توب مع الولادة وداك الشيء، عفا الله عما سلف، ومشيت حطيت دوك الوليدات في الحالة المدنية. علاش؟ باش ما نفرتكش العش. ولكن ديك السيدة باقا على التواصل بينها وبين هاد السيد. حاليا أنا كنطلب اللي غيشوف هاد الفيديو يحاول يوصلني للخبرة ديال الهاتف، الخبرة ديال الهاتف باش تعرفوا الهضرة ديالي صحيحة. الخبره ديال انت خصك طالب بهذه المساله. طالبت، راني مشيت ملي شي طالب رجعوا عليا من الباب. اش غادي لمن غنطالبها؟ غنطالب الله سبحانه وتعالى. غينزل لي مكالمه راه ما يمكنش. انا نقول لك اللي كاين. انت نهضر معاك راه ما بقيتش هو ذاك الانسان اللي كنعرف. راه بحال هذاك الشيء وقع لي دابا. راه ملي كنهضر في هذا الموضوع صافي راه كنتحطم. ما تكونش يعني هذه القضيه اللي كتقول انت هي مجرد ادعاء باش يعني تفك من هذه المراه ولا شي حاجه. حاشا لله. ما يمكنش. ميمكنش عندي ثلاثة وليدات وغنتفك من هاد المرأة، راه مستحيل. ها؟ ما شكيتش في هادوك الوليدات الأولين، أما هاد الآخرين غنشك فيهم بطبيعة الحال.
دابا عندك ثلاث وليدات معاها، متاكد منهم وجوج حامل؟ ما متاكدش منهم. وهي دابا حامله؟ لا راه هي راه ولدات توام، راه ولدات ماشي حامله، راه ولدات توام. ورغم داكشي كله راه راني درت الاجراءات ومشيت حطيته في الحاله المدنيه، وراه حاليا دابا هي. انا بالنسبه للحرفه ديالي راه ما يمكنش، ما نعرفش شي واحد كيتصل، ولكن المشكلة ما كنجبدش المكالمه، هذا هو المشكل، حد داكشي كيبقى سر. دابا انت بالنسبه للزوجه ديالك دابا واش باقي مستمر معاها؟ الزوجه ديالي في الدار وكنمشي نصرف عليهم، ولكن حاليا ذاك السيد ما بغاش يعطيني اتساع، وباقى هما على علاقه، ولا غتبقى بها علاقه؟ علاش غادي تبقى معايا السيده؟ علاش هاد المخزن، علاش هاد السلطه غتبقى مرغم علي واحد الانسان اللي هو كيخون فيه؟ وحاليا انا عندي الحجه ثابته، اذا كان تسجيل حجه ثابته هي هذيك، ما كان تسجيل حجه ثابته الله اعلم ما نقدر نقول حتى شي حاجه. ما يمكنش شي واحد في بلاصتي غينسى، ما يمكنش ليا غنسى شي، واخا نسى راه الشيطان كيلعب دور، ما عمري غنسى. على حساب هذا الطلقه من الاحسن ما نطلقهاش، خصني ناخذ حقي نشوف قدامي واش الا كانت الدوله اللي هاد الدوله ديالنا فيها الحق والقانون، خصني ناخذ حقي. علاش غادي علاش غنطلقها بهباء؟ هكاك ربما ما عندكش اثبات قوي. ها اثبات قوي؟ اثبات قوي الخبره ديال التليفون كما اي واحد، راه شحال من واحد جا وغان من ورايا وقع لهم داك شي سبب بسيط، لقى غير التصويره ديال الراجل ووصلوا الخبره وتحلوا المشاكل ديالهم. علاش انا المشاكل ديالهم ما تحلوش؟ خصوصا في مدينه سطات، ما قراش انا هذه القضيه نحولها لشي مدينه اخرى اذا كانت ممكن. صيفطنا الشكايه ديالك راه مشات للمحكمه، قلت لي اعطيني رقم ديال المحضر واعطيني رقم الارسال. كنريح 15 يوم كنمشي نطلع عليه من نهار وكنجيب حالاتي. لا شحال ديال المده وانت هنا في المنصوريه؟ شحال؟ انا حاليا دابا انا كنتحول من شونتي لشونتي، من مشروع لمشروع، يعني انا ماندوفر فهمتي، هي بوحدها تما. وانا داك المشاكل ديال ولدي ما بقيتش بغيت نجاوبه في التليفون، راه ولدي حاليا راه ولدي اولادي لا بناتي بجوج ولا ولدي الا كانوا يتقبلوا في الشهاده راه هما غايقولوا كل شيء، وغايقولوا ماما مع من كدوي واش كيوقع. ولادك شافوا هذا الشيء؟ ولادي ما كيشوفوش، كيسمعوا لها التليفون، الهضره في التليفون. قلت لنا عندك شي تسجيل عليها وهي عندي تسجيل مسجلوا الدري في ساعة و15 دقيقة. حتى التهديدات كيجيو في التليفون، داك الشيء ما تيهمنيش، لا بغا يهددني انا، بغا اللي انا مستعد لاي حاجة. الزوجة ديالك شحال في عمرها؟ ودابا حاليا 34 عام. والعشيق ديالها؟ العشيق قد تكون عنده ديك 42 43. هذا العشيق ديالها راه مجوج وعنده بنت ثلاث، راه عنده ثلاثة الاولاد حتى هو. راه بيني وبين واحد. ايوا وردني مسطي، ردوني مسطي في الدوار. انا ردوني مسطي، انا كنهلوس كيكمي الكارو، انا ما نكذبش. الكارو كنكمي بلي بالكارو، كاين شي حاجة أخرى؟ لا. فحوصات طبيه نقلبوا الدات ديالي واش فيها شي حاجه مخدرات، ما عطاهاش بدون مناقشه. واخا الرساله ديالك شنو هي؟ الرساله ديالي كنطلب الله سبحانه وتعالى وهاد الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو، شي واحد الا كان باش غينفعني باش يوصلني باغي ناخذ حقي، انا بحالي كون انسان بحالي بحال اي واحد، ما نضيعش في حقي. علاش غادي نضيع في حقي ونبقى عايش؟ انا ما بغيتش الدل، والله سبحانه وتعالى ما كيحبش الدل، ولكن الله سبحانه وتعالى راه عليم على كل شيء. بغيت هاد الناس اللي شافوا هذا الفيديو يوصلوني لشي حاجة أنا باش ناخذ حقي أنا ونحس براسي إنسان. دابا راني مدمر في الحياة ديالي، دمار شامل، ما عنديش فين نزيد. أنا خدامة ب 70 درهم، كيقتلني فيها الجوع في البني هنايا. خليت داري وخليت أنا كتخدم بيه خير معزز مكرم، توليت هاكا الحالة ديالي ولات ما بين تما لتما، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يديرك شي تاويل خير. وكنشكركم على مرحبا. نعم.